بيان إلى الرأي العام. منذ تأسيس الجمهورية التركية إلى الآن وهي ترتكب الجرائم والإبادات بحق شعوب المنطقة وبحق جميع الديمقراطيين، فلم تسلم من فاشيتها شعب ولا أمة داخل تركيا وخارجها، وهي مستمرة في عنجهيتها وغطرستها بسبب سياسة المصالح التي تنتهجها الدول العظمى على حساب حقوق الشعوب وحريتها وعدالتها. وهذا ما شجع الدولة التركية في استمرارها بارتكاب المزيد من المجازر وما الإصابات في صفوف الأطفال والنساء أمس إلا استمرار لسلسلة المجازر التركية المرتكبة في تل رفعت وغيرها من المناطق، كما أن قصف الطائرات التركية لمدرسة أطفال تابعة للأمم المتحدة في قرية شموكة وقتلها الطلاب على مقربة من مقر التحالف الدولي جريمة حرب أخرى تضاف إلى سلسلة انتهاكات الدولة التركية ومخالفتها لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تدعو إلى تحييد الأطفال أثناء الحروب وعدم الاعتداء على دول الجوار، مخالفة بذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون حماية الطفل، ضاربة بعرض الحائط جميع هذه المعاهدات والقوانين. إننا في مجلس مقاطعة الشهباء نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتحديد موقفها من انتهاكات الدولة التركية الصريحة لهذه القوانين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفق مبادئ وأنظمتها التي أقرتها والتي وقعت عليها الدولة التركية، كما أننا نطالب دول التحالف والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا باعتبارهما الضامنين لاتفاقية 2019 واتفاقيات خفض التصعيد في أستانا وسوتشي أن يقوموا بواجبهم الأخلاقي والإنساني والقانوني في منع هذه الاعتداءات وحماية المنطقة وفرض حظر جوي عليها، كما أننا ندعو جميع شعوب المنطقة وشعوب العالم والقوى والأحزاب والشخصيات الديمقراطية للوقوف أمام سياسة المصالح التي تنتهجها دولهم على حساب دماء الأطفال الأبرياء ودموع أمهاتهم. الرحمة لأرواح أطفال قرية شموكة والصبر لذويهم والشفاء العاجل للأطفال المصابين. مجلس مقاطعة الشهباء حرر بتاريخ 20/8/2022. اسمي خديجة علي من المكون العربي. نحن كمكون عربي ندين ونستنكر هجمات الدولة الاحتلال التركي على مناطق الإدارة الذاتية وشمال شرق سوريا. طبعا القصف مستمر من قبل الاحتلال التركي على هذه المناطق. الاحتلال التركي لا يرحم الأطفال والمدنيين والسكان العزل من هجماته الوحشية. ننهي هذه الهجمات ونقول لا، يجب على المنظمات الإنسانية وحقوق الدول وقف هذه الهجمات من قبل المحتل التركي ووقف الحظر الجوي الذي يستهدف القياديين والمدنيين من خلال هذه الهجمات. ندين ونستنكر هذا الهجوم. علاء الزامل، مجلس الشعباء. احنا قائمين اليوم بإلقاء بيان ضد التهديدات التركية والقصف المتكرر على المنطقة بشكل عام. القصف المتكرر يطال على الحدود السورية والمناطق الممتدة من الجزيرة حتى مناطق الشهباء. القصف يطال المدنيين العزل. بالأمس كان قصف مكثف على مناطق الشهباء مما أدى إلى جرحى بين المدنيين العزل، ونحن الآن نقوم بإلقاء بيان ضد التهديدات التركية المتكررة على المنطقة.